مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم. قبل ما تشوف الفيديو ما تنساش تضغط على زر الاعجاب واشترك في القناة باش توصل بجديد الاخبار ان شاء الله. متابعي المنتدى، سلام الله عليكم ومرحبا بكم في هذه الحلقة. هذه منذ ان اعلن رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني عن فرض حظر للتجوال والشارع المغربي يعرف يعني تجاذبات و يعني شبه مشتعل، زيادة عن الاحتجاجات التي كانت لشاهدنا البعيدة كل البعد عن هذا الموضوع، احتجاجات أساتذة المتعاقدين. شهدت مدينة طنجة يوم أمس احتجاجات للتجار في موضوع مرتبط بموضوع اليوم، وهو أيضا اليوم وبمنطقة بير الشيفة مظاهرة أو بالأحرى مسيرة سلمية انطلاقا من المسجد الكائن ببير الشيفة نحو عدة أحياء قبل أن تتدخل السلطات المغربية وتوقف هذه الوقفة، والتي اختار المشاركون فيها شعار الشعب يريد فتح المساجد كما سوف تتابعون في هذا الفيديو أو مقطع الفيديو الذي اخترناه لكم لتغطية هذا الحدث. أكيد لمن تابع حلقاتنا الماضية سواء حلقات الموسم الماضي أو حلقات هذا الموسم على الرغم من قلتها، لاحظ أننا قمنا بتغيير عنوان البرنامج من مع الحدث إلى المنتدى، وهذا تغيير فقط من أجل التغيير ولن يكون هناك أي تغيير في المضمون. وفي الختام أتمنى أن تشتركوا في القناة ديالنا الواقع تي في دوت، وكذلك قموا بمتابعة المزيد من الأخبار الوطنية والدولية عبر موقعنا الرسمي المنتدى بريس.com. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.